السلام عليكم. ده موقع على الانترنت سهل جدا وبسيط، تقدر تعمل سيلكت على الشخصيه ديت وتبدا ان انت تحركها، تعمل سيلكت كده وتبدا تحرك بيها، تختار لها الوضعيه اللي انت عايزها. مثلا اهي هتخلي اللف ده كده كله، وممكن تلف الجسم كله. تتعلم على النقطه دي، هو مقسم الجسم لنقط لان هو بيعمل تمارين رياضيه بالشكل دوت، تمام. وتقدر برضو تخليه يحرك رجله مثلا زي ما انت عايز كانه بيعمل تمارين. وتقدر تضيف شخص كمان، تقدر تقول له مثلا عايز اضيف اهوت، بيبدا يحمل لك الشخص اللي انت عايزه. بس هتقدر بقى تعمل له موف اهوت، هنا عندنا موف اهوت، تقدر تنقل الشخص اهوت، تقدر تعمل له روتيت اهو كان الشخصيتين بيقابلوا بعض. ممكن تختار مشهد معين كان في حد بيتخانق بالشكل دوت، ومثلا هتعمل تمرينات كونغ فو ولا بتاع، تقدر ان انت تختار زي ما انت عايز. الشخصيتين موجودين وتحدد انت عايز انا واحد فيهم، وممكن تختار انمي حركة معينة او بص الراجل بيتحرك ازاي. انيميشن نختار بقى الحركة اللي احنا عايزينها كأنه بيلعب مصارعة اهوت. ممكن تقول له سكيل لو انت عايز تكبره، عايز تخلي مثلا شخصية اكبر اصغر، تقدر ان انت تعمل سيلكت عليه وتقول له سكيل، ومرتب كده بيكبر ويصغر زي ما انت عايز. ممكن تعمل منه دوبليكيت لو انت عايز تعمل شخصية تانية. ممكن تقول له انا عايز الهاند نفسها تبقى ماسك القبضة نفسها، بص كده بيغير القبضة نفسها، ركز على حركة الايد، تمام. في بعض الحاجات لازم تكون فيها شاري، زي هنا مثلا في ان انت تقول له انا عايز احط مثلا صورة، تسيف صورة، او تقول له انا عايز اضيف صورة معينة او فرنتشر معين اهو، بحيث ان هو يتخانق مع المخدة. في ان انت تضيف خلفية بس دي بفلوس، بس هي تبقى جميلة. حتى لو انت خدت الشكل دوت وضفته بالفوتوشوب هيبقى شكل حلو، لكن الموقع بيديك الخاصية دي. تعالى نشوف مثلا حد عمل صورة صغيرة خالص، ومن خلال الصورة دي عمل صورة ديت، وبعد كده حطها بقى ايه على مشاهد كتيرة. فتقدر انت تعمل شخصيات وتبدأ انت تحركها زي ما انت عايز. فيها شوية حاجات ظريفة.